هذا البرنامج برعاية مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. معايا أستاذ أيمن من المنوفية. تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس، عندنا ما وصلناش المية على بقالنا 5 سنين ما سقناش بحاري. 5 سنين ما سقناش بحاري. الترعة ديت تبع مركز دجمون قرية سملاي، واخدة من ترعة راضي. مركز أشمون. القرية اسمها إيه؟ قرية سملاي. سملاي سملاي. سملاي. اللي مفيش ميه وصلت لنا بقى لها 5 سنين من وجود كمامه، والخلق بترتب في الترعه، والري عندنا في مركز اشمون مش سائل فينا نهائي. وترعه الترعه دي ترعه واخده من ترعه راضي، والفتحه بتاعتها في القناطر الخيريه، من عند القناطر الخيريه لحد ما تيجي عندنا الخلق عامله سدود في الترعه، ومفيش حد بيسال فينا نهائي. استاذ هشام، انا معايا الخط الثاني للمهندس محمد الصاوي. مهندس محمد الصاوي، وكيل وزاره الري بمحافظه المنوفيه. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلين وسهلين. يا اهلا بيك. هو مرحبا. معايا الاستاذ ايمن من المنوفيه، من اشمون قريه سملاي. بيقول لي الترعه بتاعتنا واخده من ترعه راضي، المايه ما بتجيلهاش بقى لها 5 سنين. فعلا الكلام ده؟ 5 سنين؟ طب قول له مرتك بتعيش ازاي؟ اكيد عندهم صرف زراعي، اكيد في ناس عامله بير ارتوازي. يا ريت الكلام ده مش صحيح. عندنا. طب اسمع يا استاذ ايمن، استاذ ايمن بعد اذنك، محمد بيه معانا وبنناقش علشان في النهايه المسؤول، واحنا عايزين نخدمك واحنا معاكم للاخر. ومفيش النهارده مفيش وكيل وزاره ري او زراعه الا لما بينزل يقعد معاكم ويتكلم مع الفلاحين. لو في حتت لسه فيها خدمات محتاجين دفع فيها مش هيتاخروا عنكم، فاحنا يعني معاك، مش هنقفل يا استاذ زين. يعني يا محمد بيه هو بيقول لي ان المايه مش واصله له، او ده كلام غير صحيح يا استاذ سامح. تمام. ولا يمكن ترعه تقعد 5 سنين ما فيهاش ميه. تمام. ازاي بالعقل كده يعني 5 سنين من غير ميه ازاي؟ تمام. انا هطلب من حضرتك طلب بعد اذنك، ينفع بكره مهندس من ده؟ انا اللي هعرف. لا حضرتك الاول. ايوه حضرتك الاستاذ ايمن يشرفني في المكتب. تمام. وحلله مشكلته وهو قاعد. تمام. بس ولو يقول لي 5 سنين، طب كان فين ال5 سنين؟ طب انا هقول لك على حاجه. زمان كان الفلاح بيخاف يروح مكتب المسؤول هيلاقيه مقفول. لما الوضع اتغير، لما الوضع اتغير مش كل الناس عرفت، مش كل في ناس عندها لسه الفكر القديم ده. سامع. نعم. اسال الناس اللي بيقول لك كده، مكتبي اذا كان له باب. عارف عارف الكلام ده كان بيحصل من 5 سنين مع غيرك، يعني في كان في مسؤولين مكتبهم مقفول. ما اظنش يا باشا. الدنيا اتغيرت. انا بكره ان شاء الله يجي لحضرتك الساعه كام؟ الوقت ما يجي يا باشا بكره الاثنين، انا عندي اجتماع الساعه 11. إذا جه قبل 11 هقابله، جه بعد 1 هقابله. قبل 11 هتقابله، بعد 1 هتقابله، بس احنا برضه يهمنا إن احنا نعرف حقيقة عدم وجود مية بقى لها 5 سنين فعلا، ولا المشكلة دي مؤقتة؟ أنا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. بكرة. يجي يتشرف. بكرة إن شاء الله هستنى الإجابة من حضرتك. بشكر حضرتك محمد بيه، المهندس محمد الصاوي، وكيل وزارة الري بالمنوفية. يا أستاذ أيمن. كمان عاوز يعني انت رايح له بكره، اسمعني بس، انت رايح بكره للمهندس محمد الصاوي، لو معاك 20 مشكله هتقولها له وهنرجع احنا نكلمك تاني. انت معاك تليفون فيه؟ معاك تليفون فيه كاميرا ولا لا؟ انا معايا تليفون فيه كاميرا. صور لي الترعه دي وابعتها لي الاستاذ عزيز، ادي له رقمي. تمام. صور الصور وابعتها لي، بكره كلمني، خد تليفوني الشخصي وهتابع معاك وانت موجود عند محمد بيه، ونعرف الحقيقه فين هي. بقى لها 5 سنين ما شفتوش ميه، ولا الميه بتيجي وبتختفي لفترات؟ والله العظيم انا بحلف بالله اكتر من 5 سنين ما سقيت ميه بحاري ولا جه ميه. انت ما سقيتش، انت في اخر الترعه يا حاج ايمن؟ انا في اخر الترعه. يعني هي الترعه الميه بتيجي بس ما بتوصلش للنهايه.
الناس رسمة يا بيه في الترعة العمومية. صور لي الكلام ده علشان احنا هعرضه لك. بص بص صور لي الكلام ده. انا ممكن اقول لك هبعت لك كاميرا بس الكاميرا هتيجي بكره وعلى ما ترجع ونعرض بقى. انا عايز اسرع حاجه انت تصور وتبعت لي هعرضها لك على الشاشه بكره وتقول لي ايه اللي حصل واحنا معاك عند السيد وكيل وزاره الري. اروح لفين حته شبين ولا شمو؟ استاذ عزيز قول له المكان بالظبط وتروح قبل 11 او بعد واحدة، يعني قبل 11 تكون هناك او بعد واحدة عشان عنده اجتماع من 11 لواحدة. بشكرك. ايوه في ناس فعلا ما تقدرش تروح لمكتب المسؤول لغايه دلوقتي، مع ان انا بقول له لا انت تروح وتقابله وتعرض عليه مشكلتك. احنا بنتعامل في مجتمع وفي نظام وفي قوانين، انت النهارده رايح بتكلمه على انتاج، ما بتكلموش على مشكله شخصيه. انت النهارده لما المايه بتوصل لارضك انت بتوصل لارضك عشان تشتغل وعشان تزرع وعشان تنتج. هنا رأي وهنا رأي. النهاردة المسؤول يقولك المياه موجودة، لما تتناقش مع الفلاح بيقسم بالله ويقولك أنا بقالي 5 سنين ما روتش مياه بحاري، وأنا مصدقه لأن في أماكن في نهاية الترع مع بعض التعديات اللي هي زادت في السنوات الماضية الراجل مش هيوصله مياه، مش هيوصله الا اذا كان في تحرك شديد ان احنا نشوف تطهير، نشوف تنفيذ للقانون، محاضر بتتحرر للمخالف، نرجع مره ثانيه نفوق، لان المشاكل دي بتخنق الزرع نفسه.